بما أنه عمكم الأصيل ملك السيارات وأفضل من تكلم عن السيارات بالعالم كله بالدلائل والإثباتات الملموسة وبوجود السيارات الفخمة، حتى الخايسة كانت موجودة بفيديوهاته، حتى بعض السيارات داس عليها لأن سيارات ما بتسوى تكرمه، صار كل من هب ودب يعمل محتوى عن السيارات. قال لي عنده تويوتا خايسة، يحكي عن تاريخ تويوتا، وتويوتا مبارح لعرف تصنع ريموت كنترول لسياراتها. قال لي عنده بي ام دبليو موديل 90 ويحكي عن فخامة وتاريخ بي ام دبليو وسيارته، يا الله تمشي. قال لي قاعد بحمام ومطبخ بيته وجايب صور سيارات من هون من هون، ملقطة من التلفزيونات ومن الجوجل، وعامل محتوى سيارات. أنا قررت أعتزل محتوى السيارات، وحبايبي متابعين ينصحوني شو المحتوى اللي بتحبوا الأصيل يقدمه، يا ريت تجاوبوني بالتعليقات. والله محييكم جميعا، السلام عليكم.